هدوا اللعب هدوا اللعب. الفائز الوحيد بهذا المهرجان اللي كان هو أهل البلد اللي وقفوا كلهم بروح رياضية بروح تنافس حلوة بتسامح بمحبة. هذا الهدف الأساسي من إجراء هيك مهرجان وإقامة هيك فعالية. مهم جدا نحافظ على الروح الطيبة بالملعب هذا وبريت الملعب. مهم جدا نعرف إنه إذا تنافسنا وإذا كان بيناتنا منافسة شديدة بنضلنا أولاد بلد بنعيد مع بعض بكنيستنا الوحيدة وبنتأمل للكل تنعاد عليكم وانتو بألف خير. أنا بحب أشكر كل اللي شارك بهذا المهرجان من لاعبين ومنظمين وجمهور وحكام. بالنسبة للمنظمين اللي عملوا شغل صعب كتير أنا مش متعود أسمي أسامي بس بدي أسمي بسرعة وآسف إذا بنسى حدا. بدي أشكر إلياس دكور أبو الطيب وأبو حنا وسامي وفريد والأخت مارلين كانت معنا وسيد بلوط وأنيس كل الشباب اللي كانوا أنا إذا نسيت حدا متأسف. النمر خوري طبعا اللي هو مش موجود معنا. شكرا للكل خالد سميناه. نشكر الجميع والشكر الكبير لكم أنتم الجمهور اللي شجع
وحافظ على الهدوء وسمع التعليمات وكان في نظام وجو حلو. كل عام وانتم الجميع بألف خير اللي هون واللي هون. شكرا لكم. مشاهد مشاركة مميزة لشرب الخوري اللي اشترك أكثر من مسابقتين وهو يشارك في المسابقة هاي، وغياب مضمون للأستاذ فريد. بخلص عليك يا عامر. فريد أنا ما توقعتش بعد الفريق حط صفير وقت لحد ما باشر النتيجة. زياد جيريس يخرج من المسابقة ولكنه حقق الفوز بالمرتبة الأولى بمرتبة 400 متر. لحد ما تظهر النتائج بنحب نهني راوي خوري بمناسبة عيد ميلاده. الآن تحول كبير، شربل خوري ومر مرة أخرى كرم كرم خوري. شو صار هيدولي هيدولي تسوف. خذ احتك يا ابو ذيب بالميكروفون. خذ افتلو افتلو هيك اشغل عشان واحد اشغل يا عوب. انت ربحت بس فشلك حازم علي.